بنات صف أول، اليوم عندنا درس جديد، بس هذا الدرس جديد نفس الحرف اللي أخذناه بالدرس القبلي، هو الفراش بديع، هو نفسه حرف إش. أخذنا إش أولية، إش وسطية، إش آخرية متصلة، إش آخرية منفصلة. وإحنا قلنا الإش أخت من؟ أخت الإس. يا بنات الإش مثلاً من ينام أخوك أو ينام أبوك، ماما شو تقول لك؟ يعني ها علامة السكوت، حتى السكتين ما طلعين صوت ويقعدون، شنو تقول لك؟ إش. يعني تلفظ يا حروف حرف الإش. وإحنا قلنا الفرق بينه وبين حرف الإس، الإس ما بي نقاط لأن ما يحب التفاح، أما الإش بي ثلاثة نقاط لأن يحب يأكل باليوم ثلاثة تفاحة. يا بنات اليوم درسنا كلش حلوة قصته، لأن دائما نشوفه وين؟ بالشارع. هذا الرجال شنو اسمه؟ شاملون. شنو يشتغل شاملون؟ شرطي المروري. شاملون شرطي المروري نشيط، يقعد من وقت يقعد مع طلوع الشمس حتى يروح يوقف بالشارع. زين شاملون شنو وظيفته؟ شنو يساعد؟ يساعد الناس على عبور الشارع، يوقف السيارات وحتى الناس يعبرون براحتهم. احنا نشوف دائما اشارات المرور، واشارات المرور متكونة من ثلاثة الوان، الاحمر والاصفر والاخضر. الاحمر شنو معناه؟ قف. احسنتي، هاي للسيارات قف. الاصفر شنو معناه؟ معناها استعد. والاخضر شنو معناه؟ انطلق. عافية معناها امشي. يا بنات لاحظوا هنا متكررة عندنا همزة الوصل، واحنا قلنا شنو هي أغنية همزة الوصل؟ همزة وصل نحلاها نكتبها. لاحظوا بنات هسه أنا كتبتها، بس لاحظوا ما راح أقراها، سمعوني. شامل شرطي المرور، رئيسة رحت للإل، ما قرأتها همزة الوصل. شامل شرطي مروري.